الأشكال ثنائية الأبعاد هي الأشكال التي لها بعدين طول وعرض، ثنائية يعني رقم اثنان. كيف هذه الأشكال فيها رقم اثنان؟ لنرى مثلاً لدينا مستطيل، المستطيل له بعدين طول، هذا الضلع الطويل نسميه طول، وأيضاً لدينا ضلع قصير نسميه عرض. إذن هذا عن البعدان. لماذا قلنا ثنائية الأبعاد؟ لأن هذه الأشكال لها بعدين طول وعرض. الآن لدينا نشاط في كتاب التلميذ صفحة 16. في كتاب التلميذ لدينا مجموعة من الصناديق، وضع في كل صندوق شكل من الأشكال، نريد خرج جزء من هذا الشكل، نريد أن نتوقع ما هو هذا الشكل. استبدلنا هذا التمرين بتمرين قبعة الساحر بنفس الطريقة، لكن الفكرة تختلف قليلاً. ما الشكل؟ هل تستطيعون التعرف على هذا الشكل؟ بالتأكيد سهل جداً، إنه مستطيل، لأن أرى ضلع قصير وهنا أيضاً ضلع طويل. لنتأكد. صحيح إنه مستطيل. لنرى الشكل الثاني، هذا الشكل ماذا تتوقعون؟ إنه مربع. لنتأكد. صحيح، إجابتكم صحيحة. ذكي جدا. لنرى الشكل الثالث، ما هذا؟ إنه مثلث. تحية لإجابتكم الصحيحة، بارك الله فيكم. ومعنا الآن الشكل الأخير، ما هذا يا أطفال؟ إنها الدائرة. لنرى. إذن هذه مفرقعات، احتفالا بإجابتكم الصحيحة. إذن لابد عليكم أن تكتبوا الكلمات بطريقة صحيحة.